حياتنا. يكثر والدي حفظهما الله من تكرار هذين الدعائين: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد العزيز جمال من الأردن. الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. اليوم سنقوم بدفع الأم، ولكن قبل أن نبدأ من يعطيني دعاء تسمعونه من أمهاتكم؟ أنا سلمى. كل يوم قبل ذهابي إلى المدرسة تدعو لي أمي بالتوفيق في دراستي وتقول بفضلك الله. يا سلمى، أنا أيضا لي دعاء. حسن تفضلي. عندما أفعل شيئا خاطئا تقول لي أم الصواب وتقول هداك الله. حسنتي يا فرح. أنا تفضلي يا ريم. عندما أخرج مع أصدقائي في المسحة تقول لي أمي حبيبك الله. أحسنتي يا ريم. أحسنت جميعا، بارك الله فيكم، وأرجو من الله أن يحفظ أمهاتنا من كل سوء. آمين. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح لي أولادي أبوابك المغلقة ويسر لهم أمرهم. اللهم اجعل أولادي من خيرة الناس، وزرع فيهم الخير والبركة، واكتب لهم النجاح يوما بعد يوم. اللهم إني أستودعتك أولادي وهم حصاد عمري وسنيني. اللهم احفظ أولادي، اصلح حالهم، واجعلهم من عبادك الصالحين، وبارك في أعمارهم وفي أرزاقهم وفي عافيتهم، واهدهم إلى الصراط المستقيم. اللهم وفق أبنائي لما تحب وترضى، اللهم أطل عمرهم على البر والتقوى. لعبة تجمعنا فيها أبدانا، شاركها معنا. شارك لعبة تجمعنا فيها أبدانا، شاركها معنا. هذه لعبتنا العبها معنا. تحية والله، تحية للمشاركات الجميلة. وهذا الدعاء بإذن الله سيكون لكل طفل أو طفلة أو بنت. يا جماعة، يا آباء، يا أمهات، كرروا وأكثروا من الدعاء. دعاء عبادة، الدعاء عبادة، فمعناها عبادة، معناه إن شاء الله أنه في إن شاء الله فلاح ونجاح وفي توفيق بإذن الله. فالذي يدعو، لأن دعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب، دعاءهم مستجاب. طيب، في باقي معلش مقطع، فقط مقطع ديمة الغامدي. احنا معلش اخرناه شوية، هو تأخر في الإرسال واحنا اخرناه في العرض، فكلنا مع بعض. يلا بسم الله. إذا رأتني قالت لي الله يرضى عنك، وإذا رأتني فعلت شيئا خاطئا قالت الله يصلحك، ودائما تقول لي في صلاتي قولي اللهم اهدني وسددني. أنا اسمي ديم الغامدي، من الأحساء إلى الفقاع. لعبة تجمعنا فيها أبدانا، شارك حقيقة لأنه يعني فعلا كانت تتمثل صورة لديمة لدعاء. هي كانت تسمع، وكان أبوها وأمها، والدها ووالدتها، يوصونها بهذه الأدعية، فجميل جدا، وتسمع هي هذا الدعاء.